الحمد لله. بدايتك كانت موديلنج يعني انت، بس هل صحيح ان بدايه شغلك كموديلنج كانت خناقه مع بنت في احد المطاعم؟ ايه ده، انا مش فاكر ان انا قلت القصه دي قبل كده. ايوه، انا كنت في سهره في مكان، وكنت بشد مع بنت كده، بنتخانق مع بعض قوي. لا انت مش عارف ايه، وفي نفس الوقت شايف حد قاعد بيبرق لي، فكنت مستني بقى اخلص معاها. قلت الواد ده لو جه كلمني انا هتخانق. ساعتها ايام ما كنت بتخانق، انا الحمد لله ما فيش خناقه دلوقتي. المهم راح قايل لي لو سمحت. قلت له عايز ايه؟ قال لي عايزينك تعمل مودلنج. ففي الوقت ده كان المودلنج ده كان حاجه بالنسبه لي، انا اعتقادي كان موضوع حريمي جدا. فقلت له لا ماشي شكرا ان شاء الله. قال لي هبكلمك، كان عايز رقمي، فما كانش في موبايلات ساعتها، فاديته رقم البيت. وبعد كده طنشت، كان معايا واحده يعني قالت لي طب انا هاخد رقم البيت، وكلمتني تاني يوم وقالت لي ان انا هاخد 500 جنيه. وهو ده اللي خلاني اشتغل في المودلنج، ال 500 جنيه. قلت ايه ده، انا في المدرسه، انا مصروفي ما يجيبش اي حاجه زي دي خالص، فيعني لا ابتدي اعمل كده. فابويا قال لي عايز تشتغل، اوكي اشتغل، بس هتعتمد على نفسك بقى من داي 1، يعني ما فيش مصروف، ما فيش ترجع لي عايز حاجه، خلاص عايز تبتدي تشتغل يا هتكمل. قلت له خلاص انا موافق، كل اللي انا شايفه قدامي 500 جنيه، مش مهم اللي يحصل بعد كده. بس فده جاب شغل جاب شغل جاب شغل، ودخلني في التمثيل. انت واحمد عز بداتوا مع بعض موديلنج. احمد بس ليه احمد سبق؟ احمد هو احمد سبق تمثيل، بس انا مودلنج كانت انا اقدم من احمد في المودلنج. هو احمد جه في الاخر كده سنتين، وكان صوته كان حلو قوي، كنا دايما باك ستيج واحنا بنجهز. هنا بقى كان دايما عز يقعد يغني باك ستيج، صوته حلو جدا وشخصيه جميله جدا، كان بيضحكني قوي. بس هو دخل بقى في التمثيل قبليه بكتير، يعني كله دخل في التمثيل قبليه. مش عارف مين تاني كان في مودلنج ودخل تمثيل. شفت البدل الشياكه دي، انا لابس بدله على جلابيه، يعني عارف البنطلون ايه. لابس، خلي بالك، في زمانها، في زمانها كانت واو، يعني حاجه ما حصلتش. الكسره اللي قدام دي لطيف. واظن برضو انت في ايس كريم في قديم تم استغلالك كموديل. مين اللي رشحك؟ نفس الراجل اللي دخلني في مودلنج جابنا كده، جاب جروب مودلز، جاب صابرين وجابني وجاب مش فاكر مين. كان عايزين يحلوا الفيلم ده، كان عمرو دياب، فهو اللي رشحني. بس ده كان اول اكسبيرينس. بس انا بالنسبه لي ده كان، حسيت ان ده كان مودلنج، يعني كان يوم هم دفعوا لنا بس كانه فيلم مودلنج. بركان الغضب الحقيقه انا فاكره، هو فيلم حلو. وبعدها وبعد ما شفتك فيه توقعت، وغيري توقع ان يكون يعني بدايه بقى مشوار نجوميه. ليه ده ما حصلش؟ انا ما اعرفش، يعني انا المنتج ده، الموضوع ده ما بيحصلش لحد النهارده. المنتج الله يمسيه بالخير محمد عايش، راجل فلسطيني الاصل، وكانوا حاصروا موقع ياسر عرفات ساعتها، فكان اتحمس جدا ان هو يعمل الفيلم ده، وكان شايفني جدا من ايام المودلنج. هو عنده برضو مصنع بدل وكده، فكان دايما معجب باللوك وبالشخصيه، وكنت انا صديق بنته وجوز بنته. فراح قال لي انا هعمل فيلم عن القضيه الفلسطينيه وانت البطل. فانا بالنسبه لي قلت له اوكي.